مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ضيف خاص. ضيف اليوم خاص جدا وهو فنان عربي معروف اكيد على الساحه الفنيه العربيه، وهو وليد توفيق. اهلا وسهلا ومرحبا بك استاذ. اهلا كوثر. اهلا وسهلا، اهلا بك بالمغرب. شكرا. أول شيء شكرا. بلدك الثاني صح؟ طبعا طبعا. واول شيء بغيناك تقول حاجه لمشاهدينك بالمغرب والفانز تبعوا لك في المغرب، شنو تقول؟ اقول انا بعشق المغرب واهل المغرب، واتمنى لهذا البلد دائما التالق في العالم لانه يستاهل كل خير، وانا بحب المغرب واموت فيها. شكرا. واكيد عبرتي على حبك في المغرب في الالبوم ديالك الجديد اللي هو البوم وليد توفيق 2016. وليد توفيق، وفيه اغنيه سميتها كيفاش. كيفاش وعلاش؟ عاود لينا كيفاش على هذه الاغنيه. كيفاش وعلاش؟ هو البوم يحتوي على 9 اغاني كله الحاني، في اغنيه واحده من الفلكلور السوري اسمها اسمر لون. اخترنا اغنيه منهم تكون باللهجه المغربيه لعشق لهذه البلد، وكان لي تجربه قبل هلا باغنيه محلاها السمره يا لله ونجحت نجاح باهر، فحبينا نلون بالالبوم لون لبناني والمصري والمغربي. شنو سبب زيارتك للمغرب هذه المره؟ انا كنت في الجزائر عندي ختام قسطنطينة بلد الثقافه العربيه، كنت سعيد بهذه المشاركه في بلد الثاني كمان الجزائر، وكنت قريب عن المغرب كده قلت قريب انا في ساعه بس مش معقول ما اجي المغرب. فجيت هنا عشان ألبومي نازل كمان، وجيت أشوف أحبابي، وكان عندي حفلة خاصة، وإن شاء الله يمكن في فكرة تصوير الأغنية المغربية نصورها في المغرب إن شاء الله بإذن الله. هذا كان سؤالي المقبل، غتصورها في المغرب إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أغنية كيفاش وعلاش؟ كيفاش وعلاش؟ ممكن نسمعوا منك مقطع منها؟ كيف شو على شي ياخد قلبي معاه والولف صعيب أنا ما نقدر ننساه. تبارك الله عليك ما شاء الله. شو رايك بالاغاني المغربيه اللي دابا حاضره بقوه؟ انا حتى قبل ما تكون هلا حاضره هي حاضره في وجداني وفي قلبي، لاني بدايتي كانت مع عبد الهادي بالخياط ونعيمه بفيلم كبير مشترك لبناني مصري مغربي، فكان فيلم وتعرفت على المغرب من خلال هذه الشخصيات الجميله، المطرب الكبير عبد الهادي والمطربه نعيمه سميح. عشقت اللون المغربي من خلال ما سمعته منهم إلى أن زرت هذه البلد بأكثر من مرة، موازين وحفلات. فالفن المغربي فن محبوب جدا، كان محتاج بس الإضاءة الإعلام، والحمد لله اليوم بالسوشيال ميديا ما عاد في أحد يخبي زي الشمس. واليوم الأغنية المغربية عدت أنا بعتقد وبجزم أنه هي لا تقل مستوى أي أغنية عربية. طبعا أكيد, أكيد. يعني صاروا الفنانين بيجوا على المغرب عشان أكيد. أكيد. يسجلوا أكيد. أغانيهم هنا، واليوم صرنا بقرية، احنا اليوم بعالم الانترنت والسوشيال ميديا والأونلاين كل شيء صار قريب خلاص، ما فيك صرنا واحد يعني. تبارك الله عليك. الله ممكن تغني لي شي أغنية مغربية ديال فنان آخر ماشي ديالك؟ يعني أنا شوفي بعشق القديم المغربي، يعني أنا كثير عشقت أغنية عبد الهادي بالخياط اللي بقول فيها وقلت ليك أنا أبغيك، أنا أبغيك شف فيها شفت العدو. بحبها، يمكن الكلام صعب علينا شوية بس اللي بيفهم الكلام كلام في عمق وفي في في صعوبة حتى مش سهل يعني، فبعشق الغناء القديم المغربي. هلا من جديد أنا تعرفت على شباب أصواتهم جميلة زي فنان محمد رضا وسعد المجرد و أسماء المنور، هي أصوات جميلة جدا وقوية. شنو رأيك في أغاني اللي كينزلوا حاليا سعد المجرد فنان أسماء أغاني المنور. جميلة وأغاني تنفع لليوم للجيل اللي هو اليوم يتعلق بالرتم المغربي اللي هو مغرب شوية على التغريبة، عامل سكسي عنا كثير في بلادنا، وهذا بيعطي إشارة أنه الأغنية المغربية تحتل اليوم مراكز مهمة جدا. أكيد. الحمد لله. أكيد. الحمد لله. شكون أصحابك من الفنانين اللي كتجي تعشق أنك تشوفهم؟ يعني أول بيت لازم أزور بيت عبد الهادي، رغم أنه هو ترك الله يعطيه الصحة ويهنيه في اللي هو اختاره شيء جميل. نعيمة لازم أكلمها، عبد الله الدقالي قابلته في الجزائر، محمد رضا، سعد المجرد صديق وحبيب يعني، حتى محمد رضا تعرفت عليه 4 5 أيام مش عم بزهق منه. أنت قلت لي عشان مراكشي؟ لا انا قلت يعني المراكشيين بيكونوا اهل البهجه، اهل البهجه نسميهم اهل البهجه، فمحمد رضا اهل البهجه والسرور. والسرور اكيد. جميل، فنان وصوته حلو، وبعدين محمد رضا عنده قوه انه بيغني الشعبي ويغني المودرن ويغني كمان الطرب،
يعني هذا قليل تلاقي بالشباب اليوم اللي بيغنوا بس أغاني. أكيد. وإحنا عرفنا أنه عندك ما شاء الله كتير أفلام، يعني كنت أنت بتمثيل 12 فيلم تقريبا. 12 فيلم ما شاء الله عليك، ومنهم أفلام ناجحة كتير وضربت. شو علاقتك بالتمثيل هلأ؟ يعني السينما تغيرت، والسينما بدت تجارية جدا، وهذا الشيء أنا ما اخترته في حياتي. يعني لما عملت 12 فيلم كانوا مع كبار نجوم العالم العربي، اليوم أصبح الفيلم يعتمد على النجم، وهي مش سينما. السينما هي زي المسرحيتين، مجموعة كاملة تتكمل، لكن في بعض الأفلام اللي عم نشوفها جميلة، وأنا إن شاء الله بصدد تصوير مسلسل إن شاء الله رمضاني دراما. ممكن تعطينا شوية؟ ما بدي أحكي أبدا، يكون كل شيء أوكي إن شاء الله. هلا مهتمين بالألبوم، أتمنى إن شاء الله في أغنية حنشوفها مع بعض هي روح ما ترجع يا ليل، صورتها بالفورميلا بأبو ظبي، وفي أغنية تانية لسه حتكون أول مرة على شوف تي في. شوف تي في مع كوثر، وهي أغنية ليلادي مكتوب لنا من ألحاني، كمان فيديو من إخراج وليد نصيف، حنشوفهم مع بعض إن شاء الله. شكرا لك أستاذ وليد توفيق على الوقت اللي أعطيتنا، شكرا على الدردشة الجميلة جدا، وشكرا أيضا لحبك للمغرب والشعب المغربي. بغيت نوصل لك تحية منا ليك، ونقول لك أن الشعب المغربي كيموت فيك وفي أغانيك، وكنتظروا دائما منك الجديد. مشكورين، وتابعونا دائما على شوف تي في مع بعض إن شاء الله. شكرا لك أستاذ وليد توفيق، وشكرا مشاهدينا، وغنشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف خاص.